ضربات الصواريخ ومن بين عشرات المنازل المدمرة. نقوم بفضل تمويل كريم من مؤسسة الكيان آر بي ومتبرعيها الكرام بتوزيع وجبات طعام وطرود غذائية لهذه الأسر حتى نساندها. شكرا لكم، وإننا نناشدكم بالاستمرار في الدعم بالمزيد، حيث أن الاحتياج كبير والأضرار كبيرة والأسر التي تضررت تحتاج لمن يرعاها. نسألكم بالله إخواننا في أندونيسيا أن تقدموا ما تستطيعون خدمة لأهاليكم في قطاع غزة، ونحن سنكون في الميدان دائما نوزع هذه المساعدات والهبات والصدقات ونوصلها لمن يستحقها. بارك الله فيكم وننتظركم.